لو الحكاية فيها إن فيتو تقليل الإنفاق ومصاريف الصيانة، وفي نفس الوقت ما هي الخطط والمقترحات لتعظيم موارد الهيئة. هنطور جهاز هندسة وتخطيط المرور والإدارة العامة لمرور القاهرة بتقديم الدعم الفني والمؤسسي للاثنين، لجهاز هندسة وتخطيط المرور وللإدارة العامة لمرور القاهرة، وعمل تدريب للعاملين فيه. المشروع الحقيقة له عدة فوائد. زي ما قلت، أول حاجة الهدف الرئيسي تحسين خدمة النقل العام للمواطنين، تحفيز عدد من مالكي السيارات لاستخدام النقل العام بدل من السيارات الخاصة، تحسين خدمات المرور والطرق نتيجة تطوير المحاور واستخدام وسائل النقل العام، توفير عامل الوقت نتيجة تخفيف حدة الازدحام اللي تسببه السيارات الخاصة، الحفاظ على البيئة من خلال استخدام الغاز الطبيعي اللي يقلل من الانبعاثات الناتجة من وسائل النقل العام وقراءة بوقود السيارات. برضو الغاز الطبيعي هيؤدي إلى وفر في التكلفة لأنه أرخص من البنزين والسولر، وتعظيم موارد هيئة النقل العام وترشيد الإنفاق. دي فكرة بسيطة عن المشروع، فبترجع لحضراتكم بخلص الشكر، والدكتور إيهاب شعبان استشاري البنك الدولي في الدراسات.